خلينا نطلع بقى لتقرير قمر حصاد الابطال. راحت للنادي الاهلي وعملت تقرير مع مدربات ولاعبات السباحه التوقعيه، هنشوف قالوا ايه وترجعوا لنا مره تانية. احنا بنتمرن حاليا 4 تمرينات بس، لما البطوله بتقرب بنتمرن اكتر من كده، ممكن كل يوم بيبقى بس يوم واحد اجازه. التمرين بيبقى 4 ساعات في الميه وساعتين فتنس، بس لما البطوله بتقرب برضو ممكن يبقى يوصل ل6 ساعات او اكتر. احنا دلوقتي تحت فريق 10 سنوات، متقسم عندنا الفريق ده ل4 تيمات، بيتقسم كل تيم بيكون فيه 8 بنات ما عدا اول تيم بيكون فيه 10 بنات. بنبدا التمرين ان احنا بنعمل عوم، سكالينج، دريلز، بعدين بناخد الروتين اللي هي الرقصه اللي احنا بنكون بنتمرن عليها. بنتمرن تمريننا مثلا من حوالي 6 ل8 ساعات. الاول بنعوم، بعدين بنعمل سكالينج، بعدين بنعمل فيجرز ودريلز، وبعدين بنعمل روتين. اللي شجعني العب كنت في الاول جمباز، بعد كده قلت انا عايزه برضو العب لعبه زي جمباز بس تبقى في الميه، فما لقيتش غير الووتر باليه، وانا بقى اصلا بحب لعبه الووتر باليه فحبيت اروح ووتر باليه. اصعب حاجه في التمرين بالنسبه لي الفيجرز، عشان هي بيكون بريشر ان انت لوحدك والمفروض تثبتي نفسك وكده لوحدك، فلازم نتحسن بقى ونركز في كل حاجه وما نغلطش وكده، فدي اصعب حاجة. بحب الروتين عشان هو يعني اللي هو بعمل فيه اللي انا عايزاه ومبسوطه، تبقى تيم، بيبقى كلنا شغالين مع بعض. نفسي صراحه اخش المنتخب، يعني دخلت اساسا السنه دي، بس نفسي برضه اخش الاولمبيكس اللي هي بعد 3 سنين. انا بقالي 3 سنين في المنتخب، واكتر حاجه بحبها في التمرين هو التيم، عشان بنبقى كلنا تيم ورك كده، بنشتغل مع بعض والسبيريت بتكون حلوه قوي. التمرين في ايام الدراسه بيكون مثلا من 5 ل9، فيعني اول ما ارجع بيت بفضل بقى بذاكر، وعشان تاني يوم بقى المدرسه. تيم ورك اهم حاجه، بس انا بحس ان لما اشتغل لوحدي دي حاجه اصعب، يعني اهم حاجه التيم ورك. احنا بنستعد لبطوله الجمهوريه في شهر 10، وبنبدا بقى نجهز البنات للبطوله، واي ترايلز بتبقى للمنتخب قريب. احنا اوريدي عندنا 3 بنات في المنتخب 15 سنه. بنبدا ان احنا بيبقى عندنا 6 ايام في الاسبوع، من 6 ل7 ساعات التمرين، في فتنس وعوم، وبعدين نعمل دريلز للفيجرز بتاعتنا، وبعدين نبدا نشتغل بقى الروتين اللي احنا بننفذ بيه. طبعا احنا دلوقتي اهم حاجه عندنا ان احنا بنهيئ البنات دي لتجارب المنتخبات، لان دي طبعا بتبقى اهم مرحله عندنا. ان طبعا حاجه كويسه ان بنات بيبقوا شايلين اسم النادي ان هم يبقوا من ضمن منتخبات مصر ويمثلوا كمان مصر في بطولات العالم، فدي اهم حاجه عندنا.